ولد السيد هشام المدغري العلوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على عمالة المحمدية في 22 شتنبر 1975 بمدينة فاس. والسيد المدغري العلوي خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وحاصل على ماستر الهندسة في مجال الاستشارة من مدرسة البوليتكنيك بباريس، وعلى دبلوم الهندسة في مجال استغلال وسائل الاتصال من المدرسة العليا للاتصالات بالرباط. وبدأ السيد هشام المدغري العلوي مساره المهني سنة 2002 كمهندس بشركة اتصالات المغرب، والتي تولى بها مهام مسؤول الحسابات الكبرى ومدير فرع اتصالات المغرب بفرنسا، ثم مدير تجاري لموبي سيد، ثم مسؤول عن مراقبة حركة المرور فرئيس للتسويق. وبتاريخ فاتح مارس 2011 عين السيد هشام المدغري العلوي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الغرب شراردة بن احسن، وهو المنصب الذي ظل يشغله الى ان عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على اقليم مديونة بتاريخ 20 يناير 2014. وبتاريخ 7 فبراير 2019 حظي السيد هشام المدغري العلوي مجددا بالثقة الملكية، حيث عينه جلالة الملك عاملا على عمالة المحمدية. والسيد هشام المدغري العلوي متزوج وأب لابنين.